السلام عليكم أخوتي المغاربة، أخواتي المغربيات. أنا مغربي، كنسكن بونوار. مشيت تقدمت، درت واحد الطلب بحال الناس، بحال الجيران، واحد الالتزام باش نعاود نصلح هاد المحل عندي. عطاونا الناس ديال التقنيين، عطاونا الإصلاح، كيديروا التزام ما كيعطيوش رخصة، على حساب هنا بأن هاد لي بلوك ماشي ملك. نعم. ما كيعطيوش الرخصة ديال البناء، كيعطيو غير التزام كتلتزم بحالك بحال الجيران. نعم. مني درت هاد الالتزام عطاوني باش نصلح. جيت صلحت واحد الضواير فوق عندي فيها 4 على 2. كما نعم ضواية يدخل منها شوية الريح. فبيا ذلك كتب بيا السيد القائد المحضر ديالو، المحضر ديال السيد القائد. ومهم في 2019 انا ما على باليش واش مخالفه ولا حيت عندي مخالفه ديال بناء منزل بالسطح، غرفه بالسطح 4 متر طول على 2 عرض على 2 ديال العلو. فبيا ذلك تكنت فاجئ بواحد الحكم اللي ما عنديش. انا كتجيني هنا حاضره للدواجين، كتجيني حاضره للدواجين فيها 9 على 4، يعني كتعطينا 45 متر كارية، وتغطية سقفها بالقماش، وبناء سور وقائي حوالي 200 متر. هاد لي بلوك كاملين ما فيهمش 200 متر، واخا نحيد ديال الجيران كاملين ندخل من عندي انا ما كايناش 200 متر، ما كاينش. الا كاين شي حاضرة الدواجين فهاد لي بلوك، هنا كاينين الناس اللي ساكنين ماشي حاضرة الدواجين. هنا لي بلوك كيسكنوا فيهم الناس، ما كاينش الدجاج. وبهذا كنطلب من السيد وكيل العام، وكنطلب من السيد وكيل الملك باش يفتحوا لي تحقيق فهاد الملف هذا. لان يعني السيد القائد كيقول لي عندك ماشي المحضر ديالك، وعطاني نسخه من المحضر ديالي هي عندي. خلط، نعم، وقع خلط في المحكمه. وانا امتى غنعرف هاد الخلط؟ انا ما في خباريش، انا كنت باغي ندير غير عفو الملكي، العفو الملكي على حساب هاد الغرامه ديال 7000 درهم. وبهذا من هنا كنتوجه للسيد المحترم وكيل العام للملك لدى محكمه الاستئناف، يفتح لي تحقيق مع هاد الناس بان راه كاين شي حوايج اللي هنا اللي غامضين كيخصهم يتعرفوا. واش انا عندي غرفه في السطح كما كيقول القايد 4 على 2، حتى كنسيبنا حاضره للدواجين فيها 9 على 4، 45 متر و 200 متر ديال الطول و 200 علو. الله يستر عليكم اخوتي المغاربه، الا كاين شي واحد اللي يفيدني ولا يقول لي شي حاجه شنو غندير، مرحبا. انا راه مشيت للمحكمه، جميع البيبان مسدودين، بغي ندخل عند السيد الوكيل ما خلونيش. كنشكر جميع الناس اللي تدخلوا في هاد الموضوع هذا. الله يرحم الوالدين، انا راه ما عنديش باش غنخلص لهاد الناس، ويفتحوا معايا تحقيق باش تثبت عليه الحجه او لا ناخذ براءه من هذا. من طبيعه الحال ما غنخلصش، واش انا ما عندي حاضره للدواجين؟ انا عندي غير محل ولادي، راه ما عنديش حاضره للدواجين، انا ما نديرش الدجاج. الدجاج راه عندي غير ولادي، انا الدجاج بقى على الريج ديالو كما كيقول هذا المثل. فينا هو الدجاج؟ يفتح تحقيق، وكاين عندنا الحمد لله كلشي كاين في البلاد، ويجي خبير ونشوفوا هاد السيد اللي مسيني هاد المحضر هذا ديال حاضره للدواجين، خصنا نشوفوه شكون اللي معمر هاد المحضر. 4 على 2 على متر ديال العلو، هي الضوايه الفوق هي اللي كاينه. الا كاين هنا شي حاضره للدواجين في هاد القريه هي، مرحبا. راه الناس راه مسؤولين، يعرفوا كل شيء ويشوفوا كل شيء.